زد. المشاركة ديالك في هذا العمل؟ المشاركة ديالتي في هذا العمل اللي هو تحت عنوان زنقة السعادة، واحد السيدة كبيرة وجابتها اختها من العروبية وجابتها باش تونسها وداك الشيء، وكلها أمراض، كلها مشاكل. كتبوا على الأحداث؟ أحداث غادي نشوفوا الضحك؟ ولا غادي تكون سيناريو؟ لا، كاين شوية ديال الضحك، ماشي كنتمناو نضحكوا، كنتمنى نضحك، ماشي نقول لك راني كنضحك، كنتمنى. واخا غادي تطل على المشاهد المغربي بهذا العمل، ولا كاين عمل أخر؟ لا، كاين عمل كنا درناه ذاك العام، صورناه ديال نصف قمر مع المخرجة جيهان البحار. غادي يدوز ها؟ غيكون عمل درامي ولا غيكون؟ لا، عمل درامي، عمل درامي. غادي نشوفوك في دور آخر. دور آخر. تقدر تهضر معايا؟ الدور ديال تا هو ديال واحد العقروشة عدوزة، عدوزة مكرفصة على مرت ولدها، واحد العائلة اللي هما هي شعبية، عائلة شعبية اللي كتعرفي تما فين كتكون الفرجة. شنقول لك؟ واش الادوار المقتربين بعطيتهم؟ غير في قضيه السن، اما الادوار يعني كلها بوحدو. هنايا كتخلق المشاكل كلهم، أو يعني هي بالنسبه لها راه ما دايره حتى حاجه، ولكن هي راه كتخلق مشاكل. اما الدور الاخر هي كتخلق المشاكل، يعني ماشي هي باغا تخلق المشاكل ما بين المراه وراجلها اللي هو ولدي وطريق داك رفيق بوبكر والادريسي مجدولين. هاد العجوزه هادي في الحياه الطبيعيه واش كتشبه لك؟ لا باتيتو، لا ما نتمناش نكونها، لا اللي ما تبغيش لراسك ما تبغيش لواحد اخر، بالعكس نتمنى. شو تبغي تكون ديك العجوزات اللي كيتقابلوا مع النساء ديال وليداتهم؟ لا، واحد القضيه الولد كيختار واحد المراه وواحد تيبغيها، يعني ضروري هذا الجيل ما تيتزوجوا الا عن حب، او لا هذه يعني ماشي قضيه مصلحه، ولا وفي الاخر تجي انت كنتي من الاول تقولي لا، ماشي حتى تجي العروسه وعاد تبداي. كاينين شي عروسات اللي هما تيكونوا سفيهات بهذا المفهوم، ولا تيكونوا معكازات في الخدمه، ولا كيكونوا ضروري العجوزه تبقى فيها الحال انها كتشوف مثلا الطبله باقي محطوطين فيها المعان وداك الشيء، وهي جالسه شاده التليفون، ولا يعني تقدر هي تجمعهم واش فهمتي؟ ولكن اللي داك الطريقه باش غتجمع هي المعان وداك الشيء راه كتلوح ليها كمكوره، كان عليها هي اللي ديرهم، ولكن باش غنبدا نتعاير انا وياها ولا هادي نو. ولكن ما كتشوف ديك البنيته هذيك ما جاتش باش تخدم؟ لا سمحي لي، ماشي خدام. عقد عمل؟ لا بلاتي سمحي لي. لا، شو كاين العلاقات الانسانيه انها كتحشم؟ واش فهمتي؟ ما غاداش تحشم في دارها، وهي ماشي جات باش تشد التليفون وتبرك ولا هادي، راه كاين واحد التعاون ما بين الزوج والزوجه. مثلا الا كانت خدامه راه كيتعاونوا بجوج ملي تيجيو في العشيه مثلا يشقى ولا هادي، واش فهمتي؟ اما الا كنت انا مثلا ولدي وخدامين هما وانا ما خداماش، مي بيان سور غنقوم بالشقه ديال الدار بيان سور، ولكن هي ملي تكون في الدار تاهي خاصها تنوض تحرك، ماشي ما تعولش على راجلها تيجي عاد يشقى ليها، او لا عدوزتها تجي عاد تشقى ليها هي، بلا ما خصها تيفيتي دوك لي بروبليم ديال يعني مشاكل بديهيه ماشي ممكن الواحد يتفاداهم، واش فهمت؟ واخا ننتقلوا للفن، واحد السؤال كلاسيك اللي كنطرحوا على جميع الفنانين دابا، كنقولوا واش الفن غادي للقدام ولا غادي للخسران؟ لا بالعكس غادي للقدام، بالنسبه ليا انا تيبان لي غادي للقدام، لانه ولينا كنشوفوا واحد العدد كبير او كنقول كم هائل من المسلسلات الدراميه، من يعني وكيبان لك مسلسل تقدر تتبعو، واش فهمتي؟ ماشي غتشوفوا وتراجع في التلفزيون ولا هادي، يعني واحد المجموعه ديال المسلسلات المغربيه ولات. بالمقابل واش كتشوف انه كاين هذوك الفنانين الكبار يعني الاقراص ديالهم، واش كتشوف انه هما بداو كيخدموا؟ حيت كان في واحد المرحله كانوا بحال يغيبوا، كان تم التغييب ديالهم. باقي بعد التغييب لبعض الشخصيات باقي، يعني ما كيخدموش يعني دائما باستمرار، مره فين تيتفكروهم وكيجيبوهم وهادي، وماشي لانهم ما تيعرفوش يمثلوا ولا هادي، بين قوسين غنفسر عليك، هما كاينين بعض المنتجين ولا مخرجين بحال كيجيهم غالين غيطلبوا لهم الغلا وهادي، وبالعكس
تعيط ليه وتفاهمت شويه. وبنادم راه حنا في المغرب راه ما يمكنش تطلبي واحد الكاشي اللي هو عالي، واش فهمتي؟ كاشي ديال 5 على 10 معدل كتمشي فوالا. الا عطاك المعدل ديالك ولا هذه راه كتمشي يعني، ماشي تهبط للارض مسحبي الارض وماشي غطلع يطلع لك هو للسماء. شنو كتوعد المتتبع ديالك ولا المشاهد المغربي في رمضان؟ باش كتوعدو؟ ما نقدرش نوعدو بشي حاجه، لان هو اللي يقدر يوعدني انه يسمح لينا لما ما وصلناش ليه داك الشيء في احسن جوله، في احسن قالب، ولا كوميدي او درامي ولا هادي. فكنتمنى من الله سبحانه وتعالى اننا نكون عند حسن ظنهم، وباننا نفوجوا عليهم نيت الطريقه الصحيحه ديال التفواج ان شاء الله. شكرا بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.